من ساحة للتنافس العلمي وتثبيت الأسبقية في غزو مجالاته، يتحول الفضاء إلى مجال آخر لتكريس التفوق العسكري التقني من خلال حيازة أحدث تقنياته. الاستخدامات لأغراض لا يمكن تصنيفها بالعلمية بدأ مع برامج تدمير الأقمار الاصطناعية، وكان أول صاروخ يحقق هذا الهدف أمريكيا جرى اختباره عام 1958 بعد بضعة أشهر من إطلاق قمر سبوتنيك السوفيتي، لينفذ أول تدمير فعليا بعد 10 سنوات على ذلك عبر قمر اصطناعي سوفيتي انفجر قرب هدفه. والولايات المتحدة عام 1985 دمرت أحد أقمارها العلمية بصاروخ أطلق من مقاتلة F-15. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي واصلت روسيا تحسين تقنياتها عبر مشروع تطوير صاروخ نودل وإطلاق قمر كوسموس 2499 والمشاريع التي تعتمد الطاقة الموجهة. نهاية الحرب الباردة نقلت تلك البرامج للخلفية إلى أن فاجأت الصين العالم عام 2007 بإعلانها تفجير أحد أقمارها المخصصة للأرصاد الجوية عبر تصويب صاروخ إليه. أما الهند وبعد نجاحها في اختبار سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية فقد انضمت إلى نادي الدول المالكة لهذه التكنولوجيا. وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الهندي بعدم تهديد أي كان، فقد سارع خبراء وتقارير استخباراتية إلى الحديث عن دلالات الأمر الاستراتيجية. ويعد استخدام الطائرات من دون طيار الدرون التي تعتمد على إشارات الأقمار الاصطناعية في عملها أحد أهم الأمثلة الشائعة على التقدم في هذا المجال، فيما تتحدث التقارير الأخيرة عن تزايد اعتماد الجيش الأمريكي على المجال الفضائي، إذ يمتلك ترسانة كبيرة من الأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستطلاع وأجهزة الاستشعار الفضائية. اللافت أيضا توقيع دونالد ترامب أمرا رئاسيا تنفيذيا بإنشاء قوة فضائية عسكرية لتكون بذلك العنصر السادس ضمن قوات الجيش الأمريكي. يقال إن كثيرا مما يتخيله الإنسان يصبح على يده واقعا، وهنا يتساءل مراقبون، هل تصبح مشاهد حروب النجوم حقيقة تقلب الفضاء إلى ساحة أخرى للمعارك؟